ليا العمل الإعلامي بحسب نوعه، سواء مكتوب مسموع أو مقروء، له عدة معايير يستند إليها الصحفي بشكل عام بحسب اختصاصه بمجال السياسة أو الثقافة أو غيرها من الأقسام. مع الانطلاقة الجديدة يا سالي بالإخبارية السورية، كان للأقسام تطلعات جديدة بطرح المواضيع ببرامج متنوعة بتجمع بين سطورها كل شيء بهم المواطن، لأنه أكيد الإخبارية السورية هي دائما بتصب على نقل الحقيقة بعين، لأن هي عين على الواقع. لنحكي أكثر عن آلية العمل بالإخبارية السورية وتحديدا بالقسم السياسي والميداني حصرا مع الرؤية البصرية الجديدة. بصرنا نرحب اليوم بالاستديو زميلتنا ليمونة صالح. صباح الخير. صباحك فل. مبروك هالانطلاقة الحلوة سالي، ولا جميع مشاهدي الإخبارية السورية بهالانطلاقة الجديدة. مبروك للكل الإنجاز، إن شاء الله يعجب جميع مشاهدي الشارع السوري وأيضا الشارع الخارجي. إن شاء الله يا رب نكون نقدر نوصل نكفي الرسالة كمان أكثر وأكثر، خاصة الكل بيعرف سوريا الأزمة اللي مرقت فيها، تحدي إن شاء الله نكون قده. أكيد ليمونة، يسعد صباحك مرة ثانية، ومسؤولية كبيرة على عاتقنا. وأيضا مبارح كان في مثل عجقة، كان في حماس، كان في مسؤولية كبيرة، يمكن دقات القلب انسمعت يمكن لبرا قد ما كان في خوف، وهذا الخوف هو لننجح أكيد ورح ننجح إن شاء الله. خبرينا كيف كان حماسك كونك أول نشرة بتقدميها بالانطلاقة الجديدة، كان في توتر ولا كيف؟ طبيعي سالي، هلا أي حدا يعني أنت ليا أي إعلامي، مو بس بالجمهورية العربية السورية وإنما يعني أي إعلامي بكل محطة أو بكل التلفزيون، قبل ما يطلع على الهواء بده يكون في عنده رهبة خفيفة، بده يكون في عنده استعداد من أي خلل ممكن يكون فني، من أي خلل ممكن يكون تقني، من أي شيء ممكن يكون يعني على خاصة لما بنكون على الهواء مباشرة. فما بالك بده يكون في رؤية بصرية جديدة، انطلاقة جديدة، عم بتحضري لشيء كرم دائما يلي يعني بيسعى لحتى يكون عنده يعني بالنهاية نتيجة أو رجع صدى جديد، ويكون كمان ايضا جيد. مفترض يكون عنده رهبه كرمال يشوف النتيجه جيده، خاصه انا امبارح يعني الرهبه كانت موجوده ما شاء الله، بدنا يعني ان شاء الله ننال يعني رضا الشارع السوري، الجمهور ايضا، وايضا معالي الوزير الاستاذ عماد ساره. لما كنا امبارح قبل الانطلاقه يعني قبل تقريبا نص ساعه بتفاجئ بطلعت انه كم متواجد ليمونة كم متواجد شدي حالك اوكي ما اوكي مع الوزير، يعني بيكون هيدي رهبه اكثر لما انت بده يكون في عندك انت المسؤول المباشر، او خلينا نقول المسؤول يعني عن كل المحطات يلي انطلقت امبارح بسوريا يلي هي تابعه للهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون. فلما انت بدك تنجحي، لما انت بتسعي لانه يكون في 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 عندك تقدير بالنهايه، او حدا يقول لك كنتي جيده بالنهايه، بده يكون في عندك شويه توتر. أكيد ليمونة، نحن بدنا نوجه تحية لسيادة الوزير الأستاذ عماد سارة، يعني دائما هو الدافع الأقوى لإلنا. ليمونة خلينا هيك نحكي كواليس، كم مرة طلعتي ونزلتي وطلعتي ونزلتي، وكيف كنتي رح تتفركشي؟ خلينا هيك نحكي هي الكواليس يلي المشاهدين ما كثير بيعرفوها. هلا بصراحه لما بالنسبه للمشاهدين لما بيكونوا عم بيتابعوا اوكي يعني الدخله بتكون من الكنترول، بس انت بالنهايه حتكون حتصلي على الاستديو وترحبي بالمشاهدين، فعنا نحن من الكنترول لحتى تصلي على الاستديو. طبعا بدعواتكم كمان، هلا بالنهايه في عنا تقريبا طابقين الدراج بدنا ننزل هون، كمان بيلعب دور الثقة بالنفس المشي، ومو بس يعني تدريب على الكعب العالي. هلا انا بطبعي كونه ميدانية دائما بلبس شيء مريح انه لا بليز، فبدنا لا لسه كعب اعلى ليمونة كرمال انه شوي بالنهاية كرمال يكون في اطلالة، كمان يكون كل شيء يعني سواء الشيء الفني الحضور متكامل يعني من المفترض كان هيك. ان شاء الله يا رب ان شاء الله نكون قدرنا نقدم شيء بالنهايه. لسه في بعد عنا برامج كثير لزملائنا الباقيين لكم بهالانطلاقه. هلا صباحنا غير، دائما نحن صباحنا غير على هوا الاخباريه السوريه، دائما في عنا تفاؤل، دائماً
دائما بنقوى ببعض. دائما في تعاون ليمونة، يعني المذيع هو مو بس مذيع، هو معد وهو بيساعد رفيقه، هو يعني هلا تحت الهواء كيف كنا يعني هي اللي عم تزبط هي وعملي هيك وكذا. قد ايه هي روح الاسره يلي موجوده عند الكل، قد ايش مهمه انه هي تنتقل بشكل ايجابي للمشاهد او تعكس هيدي الصوره. نحن من اول ما كنا ببدايه الازمه، من اول ما كان السيد الوزير هو مسؤول عن الاخباريه كمدير عام خلينا نقول للاخباريه السوريه، كان لام الكل. معلش نحكي هلا بشكل صريح، كنا نحن كصبايا يعني حتى زملائنا الشباب كنا متفاعلين مع بعض، ما تغيرت هيدي الروح. حتى كنت ملاحظه امبارح الخوف، يعني خوفكم علي، تواصلكم حتى اللي ما كان موجود اكيد فتحت التلفزيون وحضرك. فنحن بدينا بخليه نحل مكفين مكملين بهذا المسار وبهذا الطريق. دائما لما بيكون في روح واحده، في محبه واحده، في انسجام، بالنهايه من المفترض يكون في نجاح. يعني ليمونة التعاون، يمكن أنت حكيتي شغلات، يعني التعاون هو أساس نجاح أي عمل سواء كان إعلامي ولا سواء كان على أي صعيد، التعاون هو أساس النجاح. قديش كان في تعاون مبارح بينات بعض، أنت مذيعة النشرة ولكن في عنا معدين ومحررين وعنا بروديوسر، قديش كان في، وأيضا قسم المونتاج ما رح ننساه كمان تعب أكيد، قديش كان في هيك مثل أنه تعاون لنطلع بأفضل صورة، لنقدر نقدم شيء للمشاهد ينال الرضا. يعني سالي بتعرفي انت دائما نشره الاخبار يعني مو بس الرئيسيه، وقت اللي بيكون في عنا فتره اخباريه دائما ممكن يكون باخر دقيقه او دقيقتين قبل ما نطلع على الهواء بيكون في تعديل على ان كان نشره، ان كان ساعه اخباريه، ان كان موجز، يعني دائما بيكون في اخبار عاجله. ومبارح كان في عنا اكثر من خبر ورد لنا، وكان هو يعني حيكون بمقدمه الرئيسيه، فكان في تعديل، كان يعني دائما سواء البروديوسر سواء زملائنا المعدين أيضا المحررين، ما بدنا أيضا نغفل موضوع المونتيري الفنيين، كل قسم الفني، إن كان يعني الأستاذ سومر المصورين، الأستاذ محمد عرموش، الجميع طبعا لهم منا كل الاحترام وكل المحبة، لأن ما بنقدر نطلع بصوره حلوه، ما بنقدر يكون يعني الى حد ما هيدي الكاريزما عنا، ان شاء الله تكون في عنا كاريزما واطلاله منيحه بالنسبه لمشاهدينا. هيدي لها علاقه بالجنود المجهولين يلي هن خلف الكاميرا وخلف الاضاءه وايضا بالكنترول من كيب العمل كله كافه جميعا ليمونة، وايضا ما بننسى المهندسين يلي ايضا تعبوا معنا لنكون بابهى صوره وابهى حله جديده. بدنا نشكر وجودك معنا ليمونة صالح زميلتنا في الإخبارية السورية، كل التوفيق لك وأكيد النجاح لجميع كادر الإخبارية السورية فردا فردا. شكرا سالي، موفقين بهالانطلاقة الجديدة، وبصباحنا غير موفقين ليا ولباقي زملائنا وباقي البرامج الأخرى أيضا والمحطات بالنشرات الأخرى. إن شاء الله ننال إعجاب مشاهدينا أكيد. وتحية للجيش العربي السوري والرحمة لكل شهدائنا. شكرا كثير للاستضافة. شكرا كثير لك ليمونة، موفقة بكل خطواتك، وإن شاء الله هيك الإخبارية السورية تكبر ومنكبر فيها. شكرا كثير لك.